مرحبا، شو استنيتني كتير؟ من 30 سنة. كيف يعني؟ لك لا، من شوي اجيت. غفران الحقيني بسرعة، اركضي، فلتت الكنزة من ايدي. لك وينك يا جد؟ بردي. جيت صفية، شو صار؟ شو في؟ وقعت الكنزة من البلكونة. ايه قليلي شو اعمل بهالمصيبة، تربطوا ايدي. طيب انتي لا تزعلي واهدي شوي، انا بنزل بجيبها وبغسلها، شو رأيك؟ انتي ما عم تستوعبي، عم قلك الكنزة وقعت ببيت هدول الوسخين، شو بدي اعمل؟ يا ربي ساعدني. طيب اختي اهدي، شو نعمل؟ اكيد ما رح نتركها عندهم، لانه اكيد رح تغضب علي ماما وهي بقبرها. روحي نادي لناريمان، يلا اركدي هالكنزة أمانة من ماما. يلا حاضر، يلا بسرعة ناريمان، يا رب تنحل هالمصيبة. ناريمان ناريمان ناريمان، وينك؟ تعالي الحقيني فورا. شوفي غفران، بابا صار له شي؟ لا هو منيح، بس كنزة أختك صفية وقعت. خوف منك، لك وقعتي لي قلبي من الخوف. يلا بسرعة، أختك عم تستنانا. يلا المنظر حلو من هون. بما أنه كان عيد ميلادك فهي هديتك. بس بعيد ميلادي ما بحتفل، قلت لك هالحكي. بس شكرا. كيف عرفت؟ من عيونك، هن قالوا لي. أنا والله مو مصدقة بالمرة، من وين جبتها؟ مو سهلة تلاقيها بنوب، فهمني كيف لقيتها؟ والله كل شي بيهون وبيحضر فورا كرمال هالضحكة الحلوة. وعائلتي رح ينبسطوا فيها، هاي ذكرى من أمي، هيك رح نحسها صارت معنا. هالهدية كتير بتعني لي. مو قدراني أبداً أوصف لك فرحتي. شكراً كتير عن جد من كل قلبي. كيف البيت مبسوطين فيه؟ كتير. أنا بحبه حتى لو كان قديم. هلأ أنت عشت طفولتك بهذا البيت؟ لا، الإعدادية والثانوية بمدرسة داخلية، وبالجامعة ما كنت هون، رجعت من سنتين. آه، شكله بالآخر حسيت إنه مالك غير أهلك، مزبوط؟ صحيح. قلي لكان، مو سهل الحياة مع البنات، مو هيك؟ يعني أنا بلشت أتعود. كيف الحياة مع الشباب؟ أنا لهلأ ما تعودت. لأنه جدي بيزودها أحياناً وبيدقق علي كتير، يعني ما عم نتفهم أنا وياه. كان عنده خبر؟ يعني دري أو أنتي قلتي له عن وائل؟ لا أبداً. ليش؟ لحتى أقوم بهالخطوة المفروض أوثق بخياري، قصدي ضروري تكون آخر مرحلة. وكم مرحلة بعد فيه؟ هي الأولى بس متأخرة. طيب مدام علاقتكم ما لها جدية، ليش طولتي فيها؟ ما رح يتقبل الانفصال بسهولة، ورح يزيد علي الهموم. شو؟
شو قصدك بالضبط؟ كأنه عم تحقق بالموضوع؟ لا لا، مو تحقيق، بس هيك يعني عم ندردش مع بعض. شوفي بصراحة، أنا لازم أعرف. كيف يعني؟ قصدي أقلك أنه بالنسبة إلي هالموضوع مهم كتير. إذا بتقلي لي أنه قرارك نهائي وما في رجعة بنو، بوعدك سكر على السيرة. أما إذا زعله مهم ومو قادرة تتركيه، حطيني بصورة الوضع. ليش؟ بدي أعرف ليش بقى؟